بيت الكبير لسه مستمرة مع حضراتكم. فقرتنا الحوارية الأخيرة النهاردة مع الكابتن عادل طعيم، واحد من نجوم النادي الأهلي البارزين. وبالتأكيد النهاردة زي ما قلنا من بداية الحلقة، نحن على موعد مع حدث تاريخي، وهو افتتاح أهل الأقصر. ربط رائع الحقيقة، عايز أقول، ما بين تاريخ الأهلي وحضارة الصعيد، حضارة الأقصر، وأيضا ربط رائع ما بين الحاضر والمستقبل. هنا هنتكلم عن ده، وهنتكلم عن الأهلي. الأهلي اللي النهاردة بيستعد لمباراة مهمة جدا أمام فيتا كلاب. شفنا إزاي الإصرار والعزيمة من طرف الأهلي من أجل تحقيق فوز مهم كمان على الإسماعيلي. الأداء بس مش مشكلة، بثنائية بدر بنون وصلاح محسن بالأمس الحمد لله. كمان شفنا أنه اللعيبة شعرت بالمسؤولية تجاه ناديها وجماهيره العريضة، خاصة في الشوط الثاني، بتكلم اللي اتقلبت فيه الموازين لصالحنا بفضل طبعا توفيق من ربنا سبحانه وتعالى أولا، ثم بفضل لعيبة رجالة من خلفهم جهاز فني بقيادة موسيماني اللي كنا بنتكلم عليه دلوقتي، أنه راجل واقعي، راجل بيعمل اللي عليه. الأهلي مقبل على لقاء حاسم ومهم، إن شاء الله الفريق يحقق فيه نتيجة إيجابية خلال مباراته مع فيتا كلاب الكونغولي على ملعب طبعا الشهداء في كينشاسا، ده يوم الثلاث اللي جاي في الجولة الرابعة بدور المجموعات الأفريقي. مرة تانية برحب بكابتن عادل طعيم. كابتن عادل، منورنا يا كابتن. نوركم يا حبيبي، ربنا يخليك. قبل ما نتكلم على المباراة المهمة، يمكن كمان مباراة الإسماعيلي أخذ رأي حضرتك فيها استعدادا لمباراة فيتا كلوب، لكن كان في حدث وصفه الكابتن محمود الخطيب بحدث تاريخي، وأن كل من ينتمي للنادي الأهلي يكون فخور بهذا الحدث، هو أهلي الأقصر. شفت حضرتك الافتتاح إزاي، وشفت الفكرة نفسها تواجد النادي الأهلي في قلب الصعيد من خلال مدينة جميلة زي مدينة الأقصر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية، لما يكون في عملاقين، عملاق اسمه النادي الاهلي، اكبر نادي، انا من وجهه نظري يعني كمتحيز من اكبر الانديه في العالم من حيث البطولات ومن حيث الشعبيه ومن حيث كل حاجه، مع عملاق اخر مولود الاستادات طبعا، شركه وطنيه، فعملاقين بيطلعوا، وبعدين دايما النادي الاهلي بيبقى سباق، دايما يبتدي صحيح، ودايما لما بيبتدي الباقي بيحاول انه يقلده أو يتابعه. فالفكرة العبقرية أنك أنت تروح لأهلنا في الصعيد علشان تعمل الإنجاز ده، والإنجاز ده مش هيقف. أنا في اعتقادي هتبص تلاقي ده في المنيا، دي بداية يا كابتن لسه طبعا. وطبعا الشركة الوطنية بقيادة ال سيف الوزير، سيف الوزير، الحقيقة شركة عملاقة جدا، جاي تطور الرياضة في مصر كلها من خلال البنية التحتية والاستادات، وبالتالي انت هتشوف طفرة، لانك انت بينقصك البنية التحتية من حيث الملاعب في الاماكن اللي هي محرومة. وبالتالي الفكرة دي بدايتها لما تبقى مع عملاق زي النادي الاهلي، اعتقد اذا هناك بعض الاندية ممكن انها تسعى للحتة ديت، لكن حتى لو ما فيش اندية سعت، انما الحاجة دي البنية التحتية دي هتتعمل. السبق للنادي الاهلي عمله، وشفنا قد ايه الروعه، حيث الملاعب حاجه مبهره، حتى الافتتاح بسيط، كلمات رقيقه، كلمات معبره. النادي الاهلي فتح الاشتراكات من فتره، الولاد الصغيرين والشباب والعائلات لما يلاقوا متنفس صحيح بيلعبوا رياضه، وبعدين معظم نجوم النادي الاهلي هتلاقيهم من الصعيد، صح؟ الاهلي ومنتخب مصر كمان، يا انا واحد منهم الحمد لله. انا واحد من اولاد الصعيد يعني. شفت بقى، فانا لما كنت ماسك، انت كنت في الفرقه اللي تحت حضرتك يعني، كنت ماسك طبعا جيل اعتقد حسام وابراهيم، بص الفرقه عندي كلها من الصعيد، احمد توفيق، اشرف ممدوح، مش عارف مين، كلهم من الصعيد. ليه؟ لانه الموهبه موجوده كابتن هاني سيهان، الموهبه. اوعى حد تصدقي ان حد يقول لك ان مفيش موهبه في مصر. لا يا كابتن، مصر لا. غنيه قوي بالمواهب طبعا، مليانه يعني مليانه مواهب، عايزه بس العين الخبيره اللي تشوفها وتجيبها في حاجه زي دي. هتلاقي في الصعيد، في نادي زي ده، النادي الاهلي هناك لما هيبقى فيه اهتمام
شفنا وده الملاعب. ده اللي بتقوم بيه سهام شركه استادات الوطنيه، بتقوم بالظبط بالدور اللي حضرتك بتتكلم عليه دوت، مش مواهب على مستوى كره القدم، على جميع اللعبات يعني. انا عارف ان في كل محافظه هيبقى في تجديد الاستادات بتاعتها، بنيه اساسيه جديده، بجانب كمان نجوم هيكونوا متواجدين لاكتشاف المواهب ديت، واحنا نروح للناس لبيوتهم، والولاد لما بيكونوا انت عارف موجود زي اهل الاقصر، موجود في الاقصر يعني فرحه الاهالي ان ابنها بيلعب او متواجد في هذا الفرع. انا بتكلم على مشوار طويل جدا وخطه طويله جدا، حضرتك بتتكلم على شيء مهم، بس المواهب كمان مش في كره القدم، في جميع الالعاب، في جميع الالعاب، في كل الالعاب، لان الموهبه موجوده في الباسكت وفي الطايره وفي السباحه وفي الكاراتيه وفي كل الالعاب، وفي الغنى وفي الرسم وفي التمثيل وفي كل حاجه يعني. انا لما تشوف حضرتك لما تشوف حضرتك انه النادي الاهلي النادي الوحيد اللي عنده 22 لعبه، معظم الالعاب باستثناء كره القدم ما فيهاش دخل، ومع ذلك لما جت كورونا النادي الوحيد اللي في العالم لم يخفض عقود اللاعبين والصرف على بقيه الالعاب كلها، ولا رواتب الموظفين، ولا مالين. برشلونه نزل 50% و70%، ودي الانديه الكبيره قوي. النادي الاهلي الوحيد اللي ما لجاش للحاجه ديت، ودي طبعا ده شغل بقى الناس الكبار والناس اللي بتعرف تشتغل وبتعرف انها تنتج وبتعرف انها. بالمناسبه عملنا اختبارات في المحافظات ايام ما كنت ماسك قطاع الناشئين، وشفت قد ايه المواهب الموجوده، وشفت قد ايه الولاد دول محرومين من البنيه التحتيه. صحيح. البنيه التحتيه لو اتعملت في كل الالعاب، مش كوره بس، في كل الالعاب هتلاقي شباب طالع في كل الالعاب على مستوى عالي جدا، بما فيهم طبعا كره القدم. اكيد ده اللي النهارده النادي الاهلي وشركه استادات بيقوموا بيه، البنيه التحتيه الرياضيه اللي على اكمل وجه النهارده بدانا بالصعيد. دايما بنتكلم عن انه المواهب، وعندنا مواهب وعندنا شباب ولازم يطلعوا، ازاي الشباب الصعيد يستغلوا الفرصه ديت اللي من ذهب في اعتقادي في تنميه مواهبهم بقى. من خلال الاكاديميات، الولاد الصغيرين بعد ما كان انا بشوف موهبه كويسه قوي وبروح علشان اخده من وسط اهله واجيبه مثلا النادي الاهلي علشان قعدوا في الاستراحة ويبقى بعيد عن أهله وبتاع، يبقى عندي أنا في الصعيد، عندك في أسوان، أسيوط، المنيا، هيبقى يدوبك حاجة بسيطة، حتى ممكن يحضر التدريبات بتاعته ويرجع. فالمواهب اللي موجودة هيبقى لما النادي الأهلي يبني أو مع شركة السداد يبقى فيه أكتر من مقر، زي ما عملنا في الاختبارات كنا بنروح نلاقي الولاد على أعلى مستوى. لكن صعوبة إن أنا أنقل ولد صغير أجيبه للنادي، دي عملية، التنقلات دي يا كابتن عادل صعبة جدا. صعبة جدا. لذلك كنا بنوفر على الولد انه يبقى جاي مرهق جدا عشان نعمل له اختبار جوه النادي الاهلي، فكنا بنروح نعمل الاختبار في نفس المحافظة، فالولد بينزل من بيته يجي على الاختبار مرتين ثلاثة عبال ما نشوف موهبته، بناخد العناصر اللي هي اللي احنا محتاجينها كمستوى النادي الاهلي، والعناصر الثانية بنخلي الاكاديميات تشتغل في الحته دي، وبالتالي بعد المشروع انا بعتبره عملاق وعبقري، لان في بعض الزملاء احيانا بيطلع يجامل يقول لك احنا عندنا استادات، لا ما فيش الكلام ده، يعني في بعض المحافظات ما فيش الاهتمام اللي احنا بنسعى له كدوله، وما فيش بنيه اساسيه زي اللي حضرتك او كلنا شفناها، ان استاد على اعلى مستوى، استاد يعني ملعب كره رسمي، عندك مدرجات، عندك مبنى اجتماعي، عندك صاله مغطاه، عندك حمام سباحه اولمبي، فكل اللي شفناه وشايفينه قدام حضراتكم ده اعتقد مش من فراغ، ودي بنيه اساسيه اكتر من رائعه، كمان بتزود روح الانتماء للنادي الاهلي. حضرتك عارف يعني، انا عارف انا من الصعيد وعارف معظم الناس الصعايده اهلاويه، لما تواجد النادي الاهلي في وسطهم ده كمان عمليه الانتماء بتكون اكتر شويه، الاولاد الصغيرين اللي هيلاقوا متنفس ليهم بالنسبه للرياضه، فبنيه اساسيه اكتر من رائعه بصراحه يا كابتن. في 17 تواجد محافظه تواجد الاهلي في الصعيد، في 17 كمان محافظه كنا لما بروح بنقعد 4 ايام. انا يعني رحت مرتين ثلاثه الغردقه، وجبنا حتى شفنا ولدين بيلعبوا في دينيزي في ايطاليا، اخذناهم وولد اسمه ريتشارد وولد تاني اخوه، ودلوقتي بيلعبوا في ايطاليا، والدهم مصري ومتجوز طلياني، كان هداف الدوري عندنا، قعد 3 4
في قطاع الناشئين في النادي. والولد طبعا رجع تاني ايطاليا. فالمواهب دي لولا ان احنا رحنا وشفنا المواهب دي، طبعا ملاعب هناك ما كانش فيه ملاعب في الشرم وفي في تور سينا ما فيش حاجه خالص. طبعا الاستادات الشركه العملاقه ديت لما هتعمل الطفره ديت ما فيش شك هتبقى انجاز رهيب جدا. وطبعا النادي الاهلي اعتقد انه البدايه ديت اعتقد ان هيعقبها اماكن تانية، بحيث ان احنا برضو اهلنا في سينا وفي في الصعيد وفي في الدلتا طبعا هيبقى ليهم دور. ودي الحاجه اللي هتميز النادي الاهلي على ما بعدين. كنا لما بنروح المحافظه بيبقى عيد فعلا، اربع ايام بنلاقي الاعلام في النادي الاهلي، الولاد لابسين التيشيرت بتاع النادي الاهلي وماشيين في الشارع طبعا. المحافظ بيجي يحضر الاختبارات بتاعتنا، المحافظ يجي يتفرج على ويحضر الاختبارات. فكان في زي ما انت بتقول كل الناس اهلاويه يعشقوا النادي الاهلي. عيد صحيح. عيد اربع ايام الناس فرحانه. انا بعت احد الزملاء تامر حفني طبعا تامر حبيبي يعني في الشرقيه، وهم ماشيين 60 عربيه وراهم وضربوا نار احتفالا والله احتفال الحاجات اللي تعرفها السعيد الحاجات اللي احتفال ضرب النار. وبعدين بقى كل يوم ضيافه بقى ايه بعد ما خلصوا الاختبارات يعني كرم ضيافه غير طبيعي. فهو ده النادي الاهلي ده في كل حته الحقيقه. وده الحقيقه انا بشوف ده دور الدوله المصريه كمان. النهارده الدوله المصريه مهتمه بالاستثمار الرياضي بالمشروعات الرياضيه، وده يعني بنشوفه النهارده متجسد في الاهلي الاقصر، بس لسه ان شاء الله المشروعات كتير. انا اعتقد انه مشروعات زي ديت لازم تلف باقي محافظات مصر ان شاء الله. الاستاذ سيف الوزير اعتقد انه لسه مستلمين الشركه قريب طب اعتقد انه في خطه، والخطه دي هتنفذ بسرعه جدا، والدوله بتدعم، وطبعا النادي الاهلي هيبقى ليه الايد في الايد علشان إن شاء الحاجه الله. دي تنجز ان شاء الله. اكيد الدراسه طبعا من بدري من كمان بدري يعني كمان. خلينا نتكلم على جزئيه مهمه جدا غير الرياضه، المردود على مستوى الاقتصاد والسياحه، وده مهم جدا. انت كمان لما بلد كبيرة وبلد عظيمة، أنا في اعتقادي من أجمل بلاد العالم زي ما قلت، الأقصر يكون فيها هذا البنية الأساسية على مستوى كمان السياحة، أنت عندك منفذ كمان. أنت لو في سياح جايين ممكن جدا يكون يتواجدوا في النادي الأهلي، يستمتعوا ببعض التولز الموجودة، حمامات السباحة الأولمبية. المردود مش مردود رياضي بس، لكن على مستوى الاقتصادي كمان أعتقد. تخيل احنا ممكن نتخيل كده، وانا شفت الكلام دوت شفته في اوروبا، يعني انك ممكن استاد النادي الاهلي دوت او ملعب الاهلي الاقصر تعمل كونسرت، تعمل حفله يجي فيها مغنيين على مستوى عالمي كتير. الدخل والاقتصاد وكمان على مستوى التسويق السياحي ده كمان ملف مهم جدا جدا كمان في يعني في اطار تخطيط على اعلى مستوى. لما رحنا شرم الشيخ واحد قريبي عنده قريه هناك، فلقينا جماعه اجانب في الغردقه وفي الشرم قاعدين مقيمين بصفه مستديمه. فتخيل انت بقى في الاقصر لما في ناس بتيجي تقعد في الاقصر، تلت اثار العالم موجوده في البلد الرائعه دي، عندك نيل وعندك اثار وعندك رياضه. فانا ممكن جدا النادي الاهلي ممكن يبقى فيه الناس اللي هم مقيمين هيبقى عنده منفذ ان هو عايز يلعب سباحه، عايز يلعب تنس، عايز يلعب كوره، عايز يلعب اي نوع من انواع الرياضه، عايز يعزم يروح يتغدى يتعشى. يعني دي عوائد اقتصاديه بقى يا كابتن. امال ايه طبعا متعدده. بس ده كمان عايز اقول حاجه كابتن سام، احنا لما كنا انا كنت بلعب في المانيا دايما الفرق الالمانيه او الفرق الاوروبيه بصفه يعني خاصه، انت عارف الشتاء بيبقى صعب جدا. فترة الشتاء بيروحوا فين؟ بيروحوا تركيا دافية شوية، بيروحوا بلد زي البرتغال بتبقى دافية شوية جنوب البرتغال. فتخيل ان انت حضرتك لو جزء كبير من هذا المشروع الاهلي الاقصر يستضيف بعض الفرق، ما هي في ملعب على اعلى مستوى. كانوا بيدوروا على ايه؟ بيدوروا على ملعب كويس، وبيدوروا على الاوتيل كويس وجو كويس، ده اللي بيدوروا عليه في فترات الاعداد بالنسبة للفرق الاوروبية. تخيل ان انت عندك هذه او بدايه، او ممكن نستخدم دوت في النواحي الاقتصاديه، انك تستضيف احد الفرق الكبرى، ان فتره اعدادها تكون في الاقصر، الجو رائع في الشتاء،
عندك بنية أساسية على أعلى شمس. مستوى عندك شمس، عندك شمس مش موجودة، جو مش موجود في العالم كله، وعندك نجيلة طبيعية. نحن يعني لسه هنتكلم يعني مردود اقتصادي على مستوى عالي جدا، ولازم نستفيد من ده في الجزئية دي. الفرق تيجي في أوتيلات على أعلى مستوى، يبقى قاعدين في أوتيلات، الملاعب موجودة، الجو الحلو موجود، رواج على مستوى كمان السياحه، ورواج على مستوى الكوره ككره القدم. كابتن هاني بقى كده يعني اخذ الكلام منك. لا شوف انا بقول لك عشان عايش الكلام، احنا كنا بنتكلم الكلام ده تحت له كابتن هاني. اول نادي في مصر عمل الكلام ده وعمله معايا الحمد لله، يعني مرتين او ثلاثه النادي الاهلي يعمل لي فتره الاعداد في المانيا وفي رومانيا ثلاث سنين ورا بعض، والرابعه النادي الاهلي بعتني نادي بريمن كفترة إعداد ونادي هرتا برلين على حساب النادي. فالمرتين اللي احنا رحناهم، رحنا ألمانيا ورومانيا، وكنا بنجيب اللي زي ما حضرتك تفضلت، بنجيب فرق من ألمانيا يجوا يحضروا هنا معانا في الشتاء، واحنا نروح لهم في الصيف. جميل. فهنا يجوا أسبوعين نوديهم الفيوم وأسوان يلعبوا ماتشات ويلعبوا ماتش معانا. جميل. واحنا نرد الزيارة. فطبعا النادي الأهلي برضه سباق إنه كان بيعمل المبادرات دي. ولو حضرتك تفتكري برضه الولاد اللي خدوا كاس مصر، كنا احنا راجعين من المانيا لاعبين 11 مباراه في المانيا. لعبنا في المانيا كلها المجموعه، خدت كاس مصر من امام نادي الزمالك المباراه الشهيره. لاعبين 11 مباراه بما فيهم ميونخ وفرانكفورت وحاجات كانوا عاملين. طبعا نبلها الاعلام واحنا ماشيين في الاعلام المصريه والاعلانات بتاعتنا وكلها فوز. الولاد فازوا في كل المباريات باستثناء ماتش واحد مع ميونخ كانت الميه عاليه وتعادلوا معانا 1-1. برضه النادي الاهلي كان سباق ان انت بيطلع فرق تروح تجيب الالمان يجوا عندنا واحنا نروح لهم. وانا كمان يا كابتن بتكلم على مستوى الفرق يعني الفرق الدرجه الاولى، يعني ليه لا طبعا. احنا علاقتنا كويسه ببايرن ميونخ، دعوه لبايرن ميونخ ان هو فاتش انت جبت ريال مدريد وجبت يقيموا بقى كابتن هناك ويقعدوا يعملوا معسكر. تخيل انت مثلا السنه الجايه بايرن ميونخ بيعمل فتره اعداده في الاقصر، قد ايه المردود على مستوى السياحه على مستوى الاقتصاد ده شيء رائع. ويبقى طبعا. يعني ممكن نستغل ده في حاجات كتير طبعا. غير ان هو حتى بيخدم اهل الصعيد يعني طبعا. ان شاء الله ان شاء الله. احنا عندنا فاصل، هنطلع لفاصل سريع جدا معطل الفاصل وبعد كله لا بعد الفاصل هنتكلم بقى عن الماتش المرتقب من وجهه النظر التحليليه او الفنيه لكابتن عادل طعيمه في البي تي في. قبل مواجهة الإسماعيلي أكدت هنا أنه على الأهلي ألا ينخدع بنتائج الإسماعيلي السيئة في الدوري الموسم ده، وفعلا حصل. أنت النهاردة قابلت الإسماعيلي وهو أكثر من ند بالنسبة قدام النادي الأهلي، وده اللي كنا بنأكد عليه أن أنت النهاردة لازم تحصد الثلاث نقاط علشان تروح بدفعة وبروح معنوية عالية جدا لمواجهة فيتا كلاب، خاصة أن المباراة هتلعب على أرضه. كابتن عادل طعيمة، إيه رأيك في الكلام ده؟ شفت المباراة دي إزاي من وجهة نظرك أنت التحليلية؟ بداية النادي الأهلي ما هوش ماتش إسماعيلي أو ماتش فيتا كلاب، ده دربي. النادي الأهلي مش ماتش. النادي الأهلي ده تاريخ نادي عظمة تمام وكيان، عشان ما حدش يحاول إنه ينال من النادي الأهلي من خلال المباراة، عشان بس نبقى فاهمين ده النادي الأهلي وإحنا بنخاطب جمهورنا. النادي الأهلي مش ماتش ومش بطولة. النادي الأهلي أكبر من كده، وإحنا شفنا التفكير مش الرياضي بقى، التفكير الرياضي والسياسي والاجتماعي والحاجات اللي احنا شفناها النهارده في الاقصر واللي قبل كده في كل الجوانب والخدمه المجتمعيه اللي النادي الاهلي بيعملها. فالنادي الاهلي ده منظومه كبيره قوي. نيجي الماتش الاسماعيلي، كابتن هاني الكلام انا هقوله اعتقد ان انت فاهمه كويس قوي. بعد اي بطوله مجمعه انت بتوصل للقمه في اللياقه البدنيه. لما توصل لقمه الجبل بيحصل ايه؟ هل في صعود تاني؟ في منحدر اكيد بعديها شويه، في نزول بعد كده. صحيح. بعد ما اوصل للنهايه بوصل للجبل فوق، هل في طلوع تاني؟ مفيش طلوع تاني، لازم الكيرف بتاعي هينزل لفتره. شفنا احنا الباير اول مباراه ثلاثه، الماتش اللي بعديه مغلوب واداؤه مش اللي هو الاداء اللي احنا متعودين عليه. ده طبعا في البوندسليجا بعد عودته من كاس العالم للانديه بعد بالزبط. عودته طيب، هل النادي الاهلي بعد ما رجع حصل له الدروب ده؟ في حصل احيانا في الاداء بس. ففي ماتش الاسماعيلي احنا شفنا وعلى مدار تاريخ النادي الاهلي
كل ماتشات النادي الاهلي اي حد متعسر او اي حد في اي يعني ظروف في اي ظروف كله بيتكاتف. يعني شوف مثلا النادي الاسماعيلي يعني عامل 15 مباراه 10 نقاط ثلاث نقاط بتوع النادي الاهلي دول ليهم قيمه ثانيه خالص طبعا. عند النادي الاسماعيلي وعند اي نادي. وبالتالي الولاد بيبقى عندهم الحافز القوي جدا ان هم يؤدوا اداء قوي. طبعا النادي الاسماعيلي من الانديه الراقيه جدا اللي احنا بنحبها جدا، كرتهم أيه. جميله سمسميه والكره اللذيذه وحاجه جميله جدا. تاريخ طبعا. وعلى مدى تاريخ النادي الاهلي عشان بس الناس تبقى فاهمه، الناس اللي هي بتنفخ في جديد، النادي الاهلي كان النادي الاسماعيلي كان ساعات بيطلب لعيبه من النادي الاهلي والنادي الاهلي بيديها لهم كاعاره عشان يلعبوا في افريقيا ايام صحيح ايام ال 67 واخدوا الكابتن هاني مصطفى ربنا يشفيه طبعا. وكان النادي الاهلي بيعمل ماتشات مع الاسماعيلي ماتشات وديه، يعني خمسه من هنا وخمسه من هنا او سته من هنا، ويلعبوا ماتشات في ملعب النادي الاهلي. المهندس عثمان حسنين كان بيعيننا في الشركه عنده واحنا لعيبه النادي الاهلي. ففي ناس عايزه توقع دايما بين النادي الاهلي وبين العلاقات ما بين الناديين. في ناس بتنفخ علشان كابتن علي ابو جريش انا كابتن عادل واتكلم كتير ووضح يعني ملابسات كتيره جدا غلط ومفاهيم كتيره غلط اتخذت، وللاسف مش انها اتخذت غلط، ان اللي بيرددها اكتر يعني اللي بيرددها ولحد دلوقتي يعني بستغرب جدا. فالمنحنى ده طبيعي، المنحنى ده وضع طبيعي جدا في ظل عدم وجود تدريب، مفيش تدريب. الى جانب انه برضه موسيماني لحد النهارده بيتعامل مع اللاعب المصري وهو مش متعود انه يتعامل مع النوعيه المصريه. صحيح من اول ما جه عمل ادى ثقه زي ما احنا قلنا معاكم قبل كده، ادى ثقه غير طبيعيه للولاد وعملوا لحد ما خدنا البطوله الافريقيه ثم دخلنا في الكاس وخدنا الكاس ورحنا طبعا من غير تدريب، وزي ما حضرتك عارف وسهام عارفه لفتره اعداد اللعيبه ما اختارهاش، دخل من الدار على النار على طول، يعني على بطولات على ماتشات مهمه جدا في ظل انخفاض غير طبيعي ايام فايلر في الفتره الاخيره. الفايلر كانت عمليه صعبه جدا، وكنت خسران السوبر وكانت حاجه صعبه جدا. صحيح. فالراجل في الوقت ده ما دربش يعني انا وبعدين اتقال ان هو انه بيتهاجم، لا ما بيتهاجمش. احنا موجودين في الشارع وموجودين، الراجل الناس بتحبه جدا والناس مقتنعه بيه جدا. اللي بيحاول ان هو يدي المفهوم ده للناس ده انسان عايز يوصل لحاجه، يعني عايز يوصل لحاجه بالظبط، انه انت بتنجح فزعلان قوي، زعلان قوي عايز بس باستقرار يهز ثقه اللعيبه، يهز ثقه الناس، يهز ثقه الاداره، واحنا الاداره مش متعوده على كده، ما بتاخدش قراراتها من السوشيال ميديا يعني. وطبعا زي ما حضرتك قلت في مشروع لموسيماني بيتعمل، والنادي الاهلي ما بيتعاملش بالبطوله ولا بالماتش ولا حتى بخمس ست ماتشات. انا مقتنع ان انا جبت الراجل ده، جبته عن اقتناع، جمهوري في كل الاحوال بيساند الاداره. صحيح. وبيساند فرقته وبيساند لعيبته، وبنشوف قد ايه اللعيبه تعبت، اللعيبه فعلا طبعا بتادي جهد غير طبيعي. مع يعني احنا لاعبين امبارح، النهارده تمرين، بكره راحه، مسافرين السبت. كابتن عايز احط بعد كلامك قوسين، عايز افتح قوسين ونقول ان احنا ما بنبررش لنفسنا، احنا ما بنبررش، لا احنا يعني في تحفظات اكيد على الاداء خاصه بعد ماتش امبارح، في تحفظات كتيره جدا جدا الناس كلها بتتكلم الشوط الاول اكتر يعني. كمان بس النهارده كمان عايز اتكلم على موضوع التغييرات اللي كابتن موسيماني او كوتش موسيماني بيعملها وبتحسم اللقاءات وبتؤثر اكيد في النتيجه بتاعتها. هو لسه بيستكشف بعض اللاعبين وبيدي لعيبه كتير من الفرص. هو مقتنع ان هم لعيبه كويسه بس برضو يعني فرص كتيره، وبعدين محتاج برضو اصابات حصلت كتيره. كمان لا ايمن هو مؤثر جدا، علي معلول، محمود وحيد في وليد سليمان، وفي محمود متولي دي عناصر عمود فقري لاي فرقه في العالم. اتنين من دول بس لما يكون ايمن اشرف وعلي معلول، دول اتنين نص فرقه. صحيح. في الجانب الدفاعي وفي الجانب الهجومي. النهارده ما اقولش السلبيات، ده اقول ايجابيات. امبارح صلاح محسن
هي طبعا هتحتاجه جدا في الماتش اللي جاي. كالتغييره دي على دكه البدلاء خفيف سريع ممكن جدا يفيدك الشوط الثاني من خلال ملعب الترتان. هيبقى فيه كلام بالنسبه له. رجوع مروان صح. محمد شريف ابتدى ياخد ثقه وابتدى يلعب بروح النادي الاهلي. صحيح. عارف الحته اللي بيسميها الغل. ايوه بيلعب بقوه وبحماس وعمل جهد غير طبيعي. 45 دقيقه كان بيجري في مساحه ومجهود دوت هو اللي جاب ضربه الجزاء يا كابتن. يعني الـ يعني الكره مش بتاعته بيعافر الكره ويروح طبعا مع الراجل السيرف باك هو راح معديه برضه الشوط الاولاني. حتى الماتش اللي فات الماتش اللي قبل ده لا احرص فيه ما هو جاب جون اول ما نزل في مباراه فيتا كلوب. شوف كان واقف برضه في الحته اللي هي اجاييه راح وجاب في العارضه ورجع صحيح فدايما. وحتى امبارح برضه في ماتش الشوط الاولاني كان في كور مش بتاعته تبص تلاقيه عنده الحركه اللي فيها مرونه تحس ان هو في لحظه تبص ليه بقى قدام المدافع واخدها صحيح وسجل. فدي عملها برده في ضربه الجزاء صحيح. وما خافش وما جشش رجليه لا داخل واخدها علشان يروح. محتاج ان هو يبقى موجود لانه برده من النوع السريع والخفيف اللي ممكن يفيدك. ماتش الاسماعيلي زي ما قال الكابتن سيد انا معاه مليون في الميه. ده ماتش احنا بننسى الشوط الاولاني لكن دايما تغييرات بتبقى مؤثره جدا الشوط الثاني من يوم الراجل ما جه. وبقول برضو بعيد واكرر الراجل لسه بيستكشف بعض اللاعبين ودايما كان بيتعامل مع لعيبه سواء من اوروبا او من جنوب افريقيا. اللاعب المصري في بعض اللاعبين احيانا نتيجه الارهاق وكده تبص تلاقي ما بيديكيش الدرجه اللي انت محتاجاها. في ظل الارهاق اللي احنا فيه سفر ولعب سفر ولعب الى جانب احنا في ماتشات اللي احنا تعادلناها مش عايزين نكرر عمليه التحكيم ولا في كل ماتش ليك ضربتين جزاء. في ماتشات ثانيه ثلاث ضربات جزاء الفار حتى ما بيستدعيش الحكم. حتى الماتشات اللي هو ما خسرش غير ماتش واحد مع بايرن ميونخ وسيمبا هنا لما نقول بقى سيمبا هناك يا سيهان هل من العدل يبقى فيه ما يبقاش فيه لعب اللي هو الفير بلاي او اللعب النظيف. انت ازاي تلعبني بدرجه حراره 40 و45 فين الاتحاد الافريقي؟ الاتحاد الاوروبي بيعمل ايه؟ كل الماتشات الساعه 10 بالليل ده اللي كنا بنتكلم فيه يا كابتن. نعم الجو بره هنا في اوروبا الساعه 10 يعني توقيتهم مثلا يبقى ايه 9 شوف الجو هناك عامل ازاي. انت ازاي الاتحاد الافريقي يسيب العب في ملعب زي تسيمبا ده؟ ازاي ده غيط مش ملعب. ده كان قبليه كمان في سنديب نايجر ده كان ملعب كان ملعب صعب جدا. ده دي سلامه اللعيب. انا لما يكون عندي قوام لعيبه بكذا مليون يعدي كام مليون وانزل في ملعب زي ده واثنين ثلاثه يجي لهم صليب ولا يتعوروا مع حكم الله اعلم. متفائل قوي بقدوم الرئيس سان داونز دكتور باتريس ان هو جاي رئيس للاتحاد الافريقي. اعتقد انه راجل مش جاي يتكسب ولا جاي جامل والمساعدين اللي شغالين معاه فيبقى في اصلاح كامل. يبقى في منظومه ما انت ما عندكش ملعب مضاء تشتركش. بس الكابتن عادل هيقول لك دي بلد ودي ظروف البلد وده حال البلد وحال الملاعب بشكل عام هناك. في ناس هترد تقول كده ما يشتركش بقى في البطولات الكبيره. يعني كابتن هاني عارف في المانيا النادي اللي مش حاطط الميزانيه بتاعته في البنك ما يلعبش الدوري. مظبوط او ما عندوش بنيه اساسيه او الاستاد مش مؤهل وبعدين أو المفروض في لجنه مراقبه. نعرف انه من الاتحاد بتطلع لجنه يعني المفروض بتطلع تشوف الملاعب اللي هيتلعب عليها دوري ابطال افريقيا كل الملاعب يعني فالمفروض هنا فعلا الاتحاد الافريقي هو من له قرار. في ملعب زي ده تبقى امنه ان هو يسافر؟ اخاف عليه؟ مش تخافي عليه؟ اكيد الشعب كله خايف على لعيبه النادي الاهلي ولعيبه الزمالك ولعيبه بيراميدز. ازاي انا اروح العب في ملعب 45 درجه ورطوبه وبعدين يروح حطك في فندق بعيد عن الملعب ساعه وساعة زي الماتش بتاع سيمبا؟ ما احنا لسه كنا بنقول كده قبل الفاصل الماتش. وانت هنا ما بتعاملوش المعامله دي. لا انت بتلعبه في احسن جو وبتقعده في احسن اوتيل صح؟ وبعدين شوف انت بتلعبي الساعه 9 ملعب نجيله فخيره والنجيله فندق 7 نجوم الاتوبيس وكل حاجه متوفره الاكل على اعلى مستوى تنقلات كل حاجه على اعلى مستوى. انا روح تروح واخدني الساعه 3 والساعه 2 تلاعبني في الجو ده. الاتحاد الافريقي لازم يبقى فيه وقفه. النادي اللي ما عندوش البنيه التحتيه
من مدرج مؤمن، من اضاءه. افريقيا اللي كلها درجه حراره عاليه جدا يلعبوا بالنهار الا اذا كان في حاجه ما هياش مالهاش علاقه بالرياضه. ده في ارواح بني ادمين وفي لعيبه مصروف عليها ملايين وتيجي تلعبني بالنهار. وبعدين لجنه التحكيم، لجنه الحكام، شفنا لجنه الحكام قد ايه يعني. لما جه الاخ الموجود كان موجود ومشي وقف 12 حكم. لجنه الحكام عليها علامه استفهام واضحه. احنا شفنا الماتش اللي فات الراجل اعتذر رضوان جيد. لو انا وانت كابتن هاني بنحكم المباراه ديت، وانا شفت بعد الماتش ان انا النادي الاهلي انا ظلمته في الكلام وانا قاضي، اعتذر ولا اكتب في تقريري؟ اكتب في تقريري. في جميع الاحوال طبعا هو اعتذر، ما اعتذرش على المستوى الرسمي، يمكن اعتذر قال في بعض اللي سمعنا انه بعض وسائل السوشيال ميديا اعتذر للكابتن او قال للكابتن سيد عبد الحفيظ ممكن اكون غلطان. الامور دي كلها كابتن يعني حضرتك عندك حق مليون في المية، ازاي نقيم من قيمة او نعظم قيمة البطولة الافريقية من خلال الملاعب، من خلال حاجات كتيرة جدا. لكن ده كمان بيحط تحديات على لعيبة النادي الاهلي، عشان نقول ان النادي الاهلي، احنا كجماهير النادي الاهلي او حضرتك عارف والله الماتش الجاي هتلعب بالليل، هتلعب الصبح، درجة الحرارة 40، درجة الحرارة 20، مطالب انك تكسب، لان مفيش، ما عندنا رفاهية ان احنا ممكن نعوض، لان الموضوع بالنسبة لنا بقى صعب. ازاي حضرتك شايف ان ممكن نعدي هذه المرحلة من خلال مباراة فيتا كلاب على مستوى مثلا التشكيل، على مستوى الاصرار، على مستوى التحضير، على المستوى الذهني؟ حضرتك شايف ازاي ان شاء الله نعدي مباراة فيتا كلاب؟ الماتش اللي احنا تعادلناه حسب الاحصائيات في 27 فرصة، صحيح نصهم انفراد. الفرقة دي كانت جاية بتلاعبنا بتدافع طول المباراة، بتدافع ما بتهاجمش، ومع ذلك كل الفرص دي حصلت وهم بيدافعوا. صحيح. فما بالك لما يكونوا يعني يطمعوا شوية أو حتى مش هيطمعوا، هيلعبوا برضو نفس اللعب اللي عملوه هنا. وده أشك، أعتقد إن هم عايزين ياخدوا ثلاث نقاط، فيبقى برضو في سنة إن هم بيزودوا الهجوم شوية. الكلام ده انا بقوله للجمهور عشان اطمنه، وبقوله للاعبتنا والجهاز الفني، انت خلقت 27 فرصه اكيده انفرادات كامله. مشكله الملعب النجيله انت هتروح بدري والنادي موفر لك الطياره، الجزم بتبقى الجزم زي ما حضرتك عارف، طبعا الجزم خاصه، طبعا الجزم الخاصه، وبتمرن 3-4 مرات خلاص خدت الاحساس بتاع الملعب الصناعي، وبالتالي القوة البدنية. احنا بنشوف لعيب كورة بيبقى هو بيأدي مستوى عادي، وبعدين اول ما يجيب الجول تلاقيه عامل سبرنت 100 متر والناس عمالة. يلا القوة اللي عندك دي لازم تبقى موجودة من البداية، من الاول. انت جبت جول وجريت سبرنت على المدير الفني وتحضر. الله، طب ما انت عندك قوة اهي، انت ليه ما تتكلمش على لعيبة الاهلي؟ انا بقصد اي لعيب عنده الطاقة ديت انا مش هدخرها. طبعا المدير الفني اللي انا بتمناه انه الفرقه دي لازم ابقى بلعب زي ما انا عملت مع ماتش الوداد، مع الفرق هناك في الوداد في المغرب، او بالظبط بعمل عليهم الضغط العالي، الضغط العالي من البدايه، بلعب العناصر اللي هي انا ضامن 90% هتديني 9 من 10. تهاجمهم من وسط ملعبهم يا كابتن، زي ما حضرتك عارفه ماتش انبي لما كنا ضاغطين من تحت، هم كروتهم مش، وخاصه وسط الملعب والمدافعين كروتهم قليله. مظبوط، كروتهم قليله. نعم. هم عندهم الاثنين ثلاثه القدامانين كويسين، انما الباقي لو اتضغط عليهم كوره والثانيه انت جبت جول، هم مش هيجيبوا جول يعني. نعم. بطريقه يعني الدفاع بتاعهم ضعيف شويه وحارس المرمى كمان. اجواء فيتا كلاب اللي جايه تخلي موسيماني قد يلجا لتشكيل او طريقه لعب تانية؟ مش هيغير، المدير الفني الناجح ما بيغيرش، انما هو من ادارته، من التشكيل، من ادارته للمباراه، من قرايه التيم المنافس. يعني احنا الجول اللي جه فينا، الجول الاولاني يا كابتن هاني، كنت اتمنى ان لو انا يعني شفت الفرقه اللي يلعب باك ليفت يبقى بيلعب برجل اليمين، بيلعب برجليه اليمين،
لان هو لما كسر ودخل لجوه بس هي كابتن ما يعني بس دي هتبقى مشكله بقى مشكله في بيهاجم. وهو بيهاجم مش هيقدر ويمكن هو الخطا اللي حصل انه كان لازم يزقه شويه لبره مش لجوه فدي طبعا ده بيحصل يعني المشاكل دي بتحصل بيلعب برجليه الاثنين هو عندنا هو ده اخطر واحد عنده بالظبط بس هو علي معلول طبعا اعتقد مش هيلحق وجود ايمن اشرف الفترات اللي فاتت بيدي طاقه ايجابيه للفرقه حتى أوي. حتى مباراه تفتكر حضرتك مباراه سيمبا اخر خمس دقائق لما نزل ايمن اشرف عمل كروستين ثلاثه عمل شكل كويس حتى المباراه اللي فاتت عامل اداء اكتر من رائع فالادوار الاجناب للنادي الاهلي والاطراف للنادي الاهلي اعتقد هيبقى عليهم شغل كتير جدا للنواحي الهجوميه والنواحي الدفاعيه لان كمان يا كابتن الجون اللي جه فينا واحنا تقريبا متسيدين ومسيطرين على الملعب تماما في لحظه واحده بس خطا صغير جه هدف وكذلك الهدف الثاني رغم انه يعني ضربه جزاء ظالمه فده المهم انك تهاجم بس في نفس الوقت حريص قوي على الحاله الدفاعيه وما فيش شك انه موسيماني طبعا قرى الفرقه وشافها وقبل ما يلعب الماتش الاولاني شاف طبعاً. الفرقه ديت اعتقد انه عارف نقاط القوه والضعف اللي فيها حته الملعب النجيله والوقت والحاجات ديت اعتقد انت كمدير فني وعندك الخبرات ازاي ان انا وانا بلعب وطبعا ما فيش جمهور يعني يقال ان هو 3000 فحته بتاعت مسيمبي كان فيه اظن اكتر من 50000 مباراه سيمبا كان فيه اكتر من 50000 طبعا فالحته ديت مش هتاثر قوي علينا لكن اللي انا بتمناه انه يبقى عندنا من الثقه ان انا الفرقه دي بالنسبه لي فرقه عاديه جدا انا عامل في فرقه بيبقى في 27 فرصه طبعا لو في التمرين مش عامل فرقتين بيلعبوا بعض مش هتجيب الفرص دي صحيح فكلامي ده معناه ايه؟ معناه ثقه لجمهورنا وثقه للعيبه وللجهاز الفني يا اولادنا انتوا في مهمه كل واحد فيكم ايديكوا على ايدين بعض مع الجهاز الفني ترجعوا لنا بالثلاث نقاط لانكم الافضل ازاي يا كابتن قول لي بعين المدرب بس بايجاز ازاي يتخطى او يعبر فيتا كلاب اللي جاي اولا عشان يعبر لدور الثمانيه اولا اختار احسن العناصر اللي عندها الخبرات وعندها السرعات اللي هي ممكن تعمل تضرب خط الضهر كله بطيء فيبقى عندي خبرات هي تحسم مباراه شبه حاسمه دي امال ايه لو طاهر هيبقى سليم لو شريف لو صلاح محسن في فترات الدكه ان شاء الله لما علي انا سامع ان علي كويس نتمنى بس يعني نتمنى يكون موجود حتى لو على المستوى ان هو يكون موجود على يعني مقاعد البدلاء ممكن يكون عنده خبرات بس بعد غياب طويل قوي كده ومباراه زي ديت على ترتان كمان هيكون في اعتقادي هيبقى صعب يعني لكن هو في التشكيل ما يبقى مش هيبقى فيه اللعيب اللي هو بيديني 10 من 10 حتى لو مش موفق انا ابتدي بيه ان شاء الله معدن الابطال بيظهر في الاوقات اللي زي دي ودايما روح الفانيلا الحمراء واحنا واثقين الحقيقه في رجال طبعا فريق النادي الاهلي اكيد ان شاء الله كلنا ثقه في لاعبتنا ان هم يحققوا نتيجه ايجابيه في مباراه يوم الثلاثاء اللي جاي امام فيتا كلاب الكونغولي في الكونغو بنتمنى كل التوفيق لفريقنا بنشكر كابتن عادل طعيمه جدا شكرا جزيلا على تشريفك لنا النهارده شرفتنا ودايما كده بتسرينا بارائك الفنيه الرائعه دايما واحنا ان شاء الله نتقابل يوم الاحد باذن الله وحلقه جديده من البيت الكبير من 10 لـ1 تصبحوا